السلام عليكم اخوات، غادي نتوجهوا بكم ان شاء الله للحديقه الجديده اللي كاينه قريب وجده. عارف سميه ديال الحديقه الطاهره تاع القرشاوي؟ غادي نصور لكم الاشياء مع الطريق. انتما هاي دخلوا من ديوها من الفوق ولا من التحت؟ عادي من هنا. ستاسيوني هنا. هذه طريق وجده، توت اشجار التوت ها هي. احنا غادي نبداو نصور لكم السعادي. لا هو هاني نبداو بهذا ملعب القرب. شوفوا معايا، هذا ملعب القرب. شوفوا الجرده، كتبدي الجرده منا. كي جاتك السعادة لهاد الجغطة هادي؟ هادي معا تقول هاد شوفوا فصل الخريف غادي نصورو لهم مناطق، نصورو لهم نيشان. هانتوما تشوفو هني الجغطة زوينة بزاف. هذا ملعب القرب، ميني فوت، كاين الباسكيت. نصورو لكم هاتشيك باسكيت طريق وجده راهي لهيه هاد الجل. هاهما واحد الجوج جايين منا، غادي نسولوهم غير على الله. هاد الجردة كي جاتكم اخويا؟ ها حيت كلتو هنا ديما مليحة جاية. كي جاتك هاد الجردة هادي؟ مزيانة الله يحفظكم. واه ضروري هذا التيران ديال الباسكت. هانتوما تشوفوا غادي ديرون زينا شويه البرد ولكن صبروا معاها. هانتوما تشوفوا الغازو اي حاجه غادي نصوروها لهم هاد السعادي. انتما تشوفوا من هنا عاوتانيك. المهم الخوت صبروا معنا البرد وصافي. هاديك اللي عاوتانيك راه كاينه نافوره فيها الضواو، ياك عشان الضواو جا هي ايه. انتما تشوفوا هادي جردة مليحة ياك عمو، هادي جردة مليحة ياك. الله يحفظك. وين الكراسي راكو تشوفوها هما؟ الصيف كتكون هنا مخيرة كاع لي فاكونس ولا البلاد كلش مهم كيجيو. هادو الكراسي ها انتما تشوفو، يعني هاد الحديقة زوينة بزاف. هذا واحد الشاب واحد اخر تا هو لقيناه هنايا، نسولو على هاد الجردة هادي. واش كتجي ديما هنايا؟ مزيانة هنا القضية؟ واعرة مزيانة. وتنفس مليح الساكنة هنايا ياك اخويا؟ واعرة مزيانة. كالم هنا ما كاين لا. الله يحفظك اخويا شكرا. هذا واحد الصديق ديالو، صديق اخر. انت كتجي ديما هنا اخويا؟ مرة مرة كتجي تجلس هنا. مزيانة يعني الكالم هنا. ها؟ مليحة. يعني اسمو اللي عجبتك في هاد الجردة هادي؟ ما طلبت لك انا هدوء. قول لي الهدوء هو كلش. شوف
الله يحفظك اخويا، شكرا على هذه الهضره. الناس كتدبر تجلس بحدانيش، عندك الحق. ها انتم تشوفوا، غادي كنصوروا لي فيديو الناس ديالي باش كيشوفوا الجرده، شوفوا الحوايج كي دايره، المناظر الخلابه. المهم بنادم راه كي يفوج. ها انتم لا عاود واحد الاخر ديال الاطفال. ها ولي وانا راه سولنا هاد الدراري هادو مساكين كيجيو حتى هما ديما هنايا قال لك. هي كاين واحد الاخر ديال الالعاب ديال الدراري الصغار. هذا مسجد، داني مسجد هنايا. واه غادي نفوتو الجهه ديال القهوه اللي الاخر ديال البومبيا كنت تشوفو في الجهه اللي من هنا. غادي نشوفو لكم هاد الجهه ديال الالعاب ديال الاطفال. هذا السعادي راه يدير تاهو تسحلق على الريمات. يدرج هنايا. شوفوا هذا واحد المرفق ديال الاطفال. غادي نجيو هنايا عاوتاني. هذا ديال الدراري الصغار عاود. اوا فين يلعبو الدراري الصغار؟ وانت دير شي تزحلق ولا؟ هادي ما فيهاش. هذا اللي هنايا فاصلين بالجد. هذا كيوسك ومقهى ومرافق. مرافق صحية. مرافق صحية. هادي قهوة هنايا. ياك قهوة خويا. صافي هنايا مزيانه، دايرين حتى المرافق الصحيه هنايا. ها انتما تشوفوا احلى الجو زوين بزاف. غادي نطلعوا من هذه المساحه الخضراء. من اللي بغى يسولاجي يجي هنا بوحدو، يجي هنايا يتكالم مع راسو هنايا كيما كتشوفو. محضورية طبيعة، جردة مخدومة ما شحال من مليار قال لك اسيدي باش نقنت لهم هادي. والله ما عرفتش، كنت كنسمع ولكن باش ما نقولش شي هضرة نكون مسؤول عليها، ما عرفتش شحال من مليار. المهم فايتها ها انتوما تشوفو هاد الجهة كاملة كتكون عامرة. راني مدرق الميكرو باش ما البرد هذا ما واحد الجو زوين بزاف. هاي نتمنى يحافظوا على هاد المساحات الخضراء، السكينة ديال تاولي تحافظ على هاد المساحات الخضراء. وكيما شفتوها راهي هنا حتى هنا كانت النافوره واخيره هنايا. غادي نفوتو فين كتكون النافوره، فيها واحد ديكوراسيون مليح كيشعل الضو. ها وتطلقوا الماء ضروري، تقول ماشي تاوريرت والله، تقول لهم هذه في الاخر ما يقول لك تاوريرت. هذه هي النافورة. واحد المنظر راكم تشوفوا ديال قريب الغروب. هذه هي النافورة، ها انتم تشوفوا. ها هي وهنا كتشعل الضوا وكل شيء. ها هذه النافورة ديال الماء. ها انتم تشوفوها.
نتمنى اننا نكونوا كنفوجوا عليكم شويه بهاد لي فيديو هادو. وباقي لنا غادي نصوروا بزاف المسائل. شنو باقي لنا نصوروا عاد؟ ما داريش بعد الازقه الازقه عاوتاني هيك لعب البلدي. ها ملعب بلدي تا هو خصنا نصوروه ضروري. ها انتما تشوفوا هادي طريق وجدة. ما كانش لي ما فاتش منا في الصغر ديالو. يعني جردة في المستوى. هذا التيران ديال الباسكت هانتوما اوكي. جيو هنايا ل هادو واحد الشباب واحد اخرين فين راكو غاديين؟ فين الجردة؟ كتجيو هنا ديما؟ كي جاتك هاد الجردة هادي؟ مليحة مليحة. وانت اللي كتضحك كي جاتك الجردة؟ لا هضرونيش انا هضرونيش انا ما ها؟ مزيانة؟ كتجيو هنا ديما؟ كتجيو تقلتو هنايا؟ ها؟ يعني كل نهار كتجيو هنايا تقلتو يعني الكارم هنايا. فين كتسكنوا اش من الحي؟ في الهندية. من الهندية كتجيو لهنا؟ مزيان والله مزيان. شكرا اخويا الله يحفظك. شكرا الله يعطيكم الخير اخويا. شكرا خويا ما تسكتش. وصلنا بكم للفينال. انتوما تشوفوا يعني الجردة زوينة يعني هضرو لوجيك براكة نبقى نقولو مكانش مكانش مكانش. ودركيا غادي نديرو اوروفوار الساعة ديال الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة يعني جردة في المستوى. انا نهضروا الصراحة ما غاديش نكذبوا. جردة زوينة بزاف. كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة. زادوا لنا جردة في الحاجة الزينة اللي فيها الجردة ممنوع تدخل بسكليتات الموبيلات ما عرفتش الى اخره. ياك ممنوع البسكليتات والموبيلات كاين الكاسي. وهاد الجردة زوينة. العشب هذيك راه ضروري خص الانسان. ونتمنى ان السكينة تحافظ على هذه المساحة الخضراء هنايا. وزادوا لنا جردة واحدة أخرى في الحي الهندية اللي صورناها وبحال غادي نمشيو نصوروها. نصوروها دابا في النهار عاوتاني. كونوا تما صورناها بالليل غادي نحطوها في لاشين بالليل وغادي نصوروها بالنهار ان شاء الله. وصورنا الحديقه ديال امقالا اللي ما بين المسيره والهنديه. تابوناو لنا في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نصور لكم اي حاجه في التوريس غادي نبقى نصوروها.